نروح بقى دلوقتي ليه خلاص انا مش هحيركم بقى المره دي تاني، هنروح لكابتن الفريق كابتن دينا عمرو، بتنضم لنا عبر الهاتف. طبعا كان نفسنا يا دينا تكوني معانا النهارده، خاصه ان انت يعني صاحبه اكبر يعني تاريخ في سجل بطولات النادي الاهلي، فكنا اكيد حابين انت تكوني معانا النهارده. ببارك لك اكيد بالرباعيه دي والموسم ده، واكيد انت اكثر خبره وعارفه قد ايه الموسم ده بيبقى محتاج تحضير كويس جدا. الف مبروك، واحكي لنا بقى عن السيزون ده. اولا يعني وحشتوني جدا يا ابطال، كان نفسي فعلا اكون معاكم النهارده بس معلش. بس يعني بصراحه انا كنت حابه اقول يعني ان السيزون ده كان من يعني اهم السيزونز اللي بصراحه كانت عدت عليا انا كدينا في حياتي، ومن اصعبهم كمان بصراحه، لانه الهدف فيه كان فعلا يعني كان لازم كنا نتمرن كتير قوي ونتعب كتير قوي، عشان كده الحمد لله يعني برضو ربنا كرمنا في الاخر. وبصراحه برضو هي حاجه مش جديده على النادي الاهلي، احنا ما نعرفش غير المركز الاول، فالحمد لله ربنا كرمنا جدا السنه دي. يعني دينا يمكن كابتن الفريق بيبقى دوره مختلف شويه في دعم بقيه اللاعبات في الاوقات الصعبه تحديدا، فدورك خاصة ان انت يعني بقالك سنين في النادي الاهلي، ويمكن اي كابتن فريق في النادي الاهلي شخصيته بتختلف عن اي كابتن فريق تاني، دور بيبقى صعب الحقيقة وبتبقى مسؤولية صعبة، وده بنشوفه في الاوقات الصعبة. كلميني اكتر عن دورك لكابتن الفريق، خاصة ان انت بتبقي محتاجة ان انت تندمجي اكتر مع كل اللاعبات. بصي والله هو يعني الحمد لله كده كده يعني احنا الموضوع بيتسهل عليا اكتر لو انا والفرقه اصحاب او كده، فالحمد لله اي مشكله بتبقى سهله انها تتحل. وارد جدا يبقى في ناس زعلانه، وارد جدا يبقى في ناس متضايقه، وانا اكيد ممكن في وقت من الاوقات ابقى حد من الناس دي. بس حتى بصراحه انا لو زعلت او كده في غيري اللي بيشيلني وبيتكلم معايا، وفي نفس الوقت حتى اصحابي بيبقى كده كلنا بصراحه بنبقى في ظهر بعض. احنا الصراحه يعني فاميلي، يعني احنا قريبين من بعض جدا، وفعلا الحمد لله ده كان سر كبير قوي ان احنا السنه دي نقفل على نفسنا، يعني خصوصا بعد ما خسرنا اول بطوله. فمش حابه اقول بقى انه اصل انا بقالي سنين كابتن فرقه وخلاص الموضوع بقى طبيعي، في الاول كان صعب والكلام ده، بس هو الموضوع مش ككابتن فرقه او رولز او الكلام ده، على قد ما انت لو احنا كلنا اصحاب وبنحب بعض وقريبين من بعض كل حاجه خلاص بعد كده بتبقى سهله. يعني انا مثلا يعني انا ما اقدرش بقى جو ان انا اقعد اتكلم مع واحده صف بقى وازعق والكلام ده، لا خالص. بس احنا بنحترم بعض وبنقدر بعض وكلنا كويسين مع بعض الحمد لله. يعني دي كده كده عندنا مبادئ في احترام، كده كده كلنا بنحترم بعض، فالحمد لله دي يمكن يا دينا عايزه اسالك على حاجه مهمه الحقيقه. دايما لما بيكون لاعيبه قديمه او لاعب قديم في صفوف النادي الاهلي، الجمهور بيبقى خلاص يعني حافظه وعارفه كويس جدا. جماهير النادي الاهلي جمهور الحقيقه مختلف ومتميز عن اي جمهور تاني، وبيبقى التعامل معاه انت عارفه بالنسبه له المركز التاني دي كارثه. فاكيد انت واجهتي يعني مواقف كتير جدا مع جماهير النادي الاهلي، عايزاكي توجه لهم رساله وازاي بتتعاملي معاهم، خاصة لما بيكون في مثلا خسرتوا ماتش او خسرتوا بطولة، انت عارفة التعامل معاهم بيبقى صعب جدا، واكيد انت ككابتن فريق بتبقي في وش المدفع كده زي ما بنقول. لا دي حقيقة، هو فعلا انت كسبتي الناس بتشيلك في وراها، خسرتي للاسف انت بتبقي اول واحدة بتاخدي النقد كله. بس انا بصراحة اقول لك حاجة، هو حقهم، هم بيغيروا على النادي بتاعهم وبيغيروا على اللعيبة بتاعتهم، بس هو برضه في نفس الوقت لازم يبقوا عارفين ان لو يوم ما بيحصل خساره او بيحصل اي حاجه لا قدر الله غصب عننا، حتى لو عملنا اللي علينا ممكن ربنا يبارك كده، ده بجد مش بيبقى احنا قاصدين حاجه زي كده. بس فعلا ممكن تكون دي الظروف اللي احنا فيها الفتره دي، بس بصراحه هم دايما في ظهرنا، حتى لما بينتقدونا وبيقعدوا يقولوا كلام علينا او كده، ده بيبقى علشان يفوقونا، يبقى عايزيننا دايما نبقى كويسين. هم غيرانين علينا كفرقه وعلى نادي، مش ما يقدروش يشوفونا في مركز تاني او ما يقدروش يشوفونا ان احنا بنخسر. فهم بس برضو لازم يبقوا فاهمين حاجه زي كده. وساعات ممكن تبقى في حاجات خارجيه كتيره جدا غصب عننا بتحصل داخليا، او قوات وجهه نظر مدرب او الكلام ده كله احنا ملناش دخل فيها. فهو في الاول وفي الاخر احنا بنبقى بنعمل كل حاجه لمصلحه النادي، واللي المدير الفني بيبقى شايفه في الاول وفي الاخر برضه هو ده رايه وهو القرار الاخير ليه. فهم برضه يعني انا على قد انا عارفه ان هم اكيد برضه بيحبونا،
لا هما بيحبوكوا حاجة جدا كبيرة. طبعا ودايما في أيوة ظهركم طبعا. بالظبط. فهم برضو لازم يبقوا فاهمين ان في حاجات كتير، احنا في الاخر لعيبه وفي مدرب واحنا بننفذ القرارات وبننفذ التعليمات، احنا ما نقدرش نعمل حاجه اكتر من كده. وكل اللي احنا برضو نقدر نقوله ان احنا بجد بنموت نفسنا وبنسيب كل حاجه ورانا فعلا علشان النادي وعلشان نكسب وعلشان نبقى احسن فرقه في الدنيا، وفعلا بنسيب بيوتنا واهالينا وشغلنا وكل حاجه ورانا واصحابنا وبنضحي بحاجات كتير طبعا نكسب. فبيبقى بجد غصب عننا لو بعد الشر او لا قدر الله زي مثلا بطوله المرتبط لما حصل كده ان احنا خسرنا، بس الحمد لله الحمد لله الرد كان السنه دي كويس جدا وكرم ربنا كان كبير، خدنا بعديها منطقه وكاس سوبر وبعد كده الكاس الحمد لله، وما كانش فيه كرم احسن من ان احنا اخذنا كمان الفاينل مع سبورتنج 3-0، واظن دي يعني كانت حاجه عمر ما حد الصراحه برده كان يتوقعها عشان اكون حقانيه يعني. طبعا نورتينا وشرفتينا يا كابتن دينا. كم بطولة يا كابتن دينا مع النادي الأهلي؟ خدت ال 40 بصراحة يعني خلاص كده يعني ما شاء الله كده الحقيقة. كسرت ال 40. ما شاء الله يا كابتن دينا الحقيقة دايما كان ليكي دور كبير جدا في دعم الفريق، بنشكرك وكان نفسنا ان انت تكوني معانا ومنورانا هنا في الاستوديو، وان شاء الله اكيد هنلتقي مرة تانية. انت عارفة دولاب النادي الأهلي يعني ما بيخلوش من البطولات. انا برضو اكيد طبعا ان شاء الله. عايزة